بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 23. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان صفة الصلاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المستمع الكريم، بعد أن بينا في الحلقات السابقة أركان الصلاة وواجباتها وسننها القولية والفعلية، نريد في هذه الحلقة إن شاء الله أن نبين صفة الصلاة المشتملة على تلك الأركان والواجبات والسنن حسب ما وردت به النصوص من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون قدوة للمسلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وإليك سياق ذلك وبالله التوفيق. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه واستقبل بأصابعه القبلة وقال: الله أكبر، ثم يمسك شماله بيمينه ويضعهما على صدره، ثم يستفتح الصلاة لأن يقول: ربنا ولك الحمد، أو نحو ذلك مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من أنواع الاستفتاحات. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يداوم على استفتاح واحد، فكل الاستفتاحات الثابتة عنه يجوز الاستفتاح بها، ومنها قوله: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ فاتحة الكتاب، فإذا ختمها قال: آمين، ثم يقرأ بعد ذلك سورة طويلة تارة وقصيرة تارة ومتوسطة تارة، وكان يطيل قراءة الفجر أكثر من سائر الصلوات، وكان يجهر بالقراءة في الفجر والأوليين من المغرب والعشاء، ويسر القراءة فيما سوى ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يطيل الركعة الأولى من كل صلاة على الركعة الثانية، ثم يرفع يديه كما رفعهما في الاستفتاح، ثم يقول: الله أكبر، ويخر راكعا، ويضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويمكنهما، ويمد ظهره، ويجعل رأسه حياله لا يرفعه ولا يخفضه، ويقول: سبحان ربي العظيم، ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كما رفعهما عند الركوع، فإذا اعتدل قائما قال: ربنا لك الحمد، وكان يطيل هذا الاعتدال، ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، فيسجد على جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه، ويستقبل بأصابع يديه ورجليه القبلة، ويعتدل في سجوده، ويمكن وجهه من الأرض، ويعتمد على كفيه، ويرفع مرفقيه، ويجافي عضديه عن جنبيه، ويرفع بطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، وكان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع رأسه قائلا: الله أكبر، ثم يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب اليمنى، ويضع يديه على فخذيه، ثم يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، ثم يكبر ويسجد، ويصنع في السجدة الثانية مثل ما صنع في السجدة الأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه وفخذيه، فإذا استتم قائما أخذ في القراءة، ويصلي الركعة الثانية كالأولى، ثم يجلس للتشهد الأول مفترشا كما يجلس بين السجدتين، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، ويضع إبهام يده اليمنى على أصبعه الوسطى كهيئة الحلقة، ويشير بأصبعه السبابة وينظر إليها ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين،
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وكان صلى الله عليه وسلم يخفف هذه الجلسة ثم ينهض مكبرًا فيصلي الثالثة والرابعة ويخففهما عن الأوليين، ويقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، ثم يجلس في تشهده الأخير متوركًا يفرش رجله اليسرى بأن يجعل ظهرها على الأرض، وينصب رجله اليمنى ويخرجهما عن يمينه، ويجعل أليتيه على الأرض، ثم يتشهد التشهد الأخير، وهو التشهد الأول، يزيد عليه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويستعيذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو بما ورد من الأدعية في الكتاب والسنة، ثم يسلم عن يمينه فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. يبتدئ السلام وهو متوجه إلى القبلة، وينهيه مع تمام الالتفات، فإذا سلم قال: أستغفر الله ثلاثا: اللهم أنت السلام، اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يذكر الله بما ورد. أيها المسلم، هذه جملة مختصرة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما ورد في النصوص كما ساقها العلامة ابن القيم في كتاب الصلاة. فعليك أن تهتم بصلاتك غاية الاهتمام، وأن تكون صلاتك متفقة حسب الإمكان مع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ونسأل الله للجميع التوفيق والقبول، والحمد لله رب العالمين، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.